إذن أرحب بجميع مشاهدي قناة شوف تيفي من مدينة بنملة. الأجواء غائمة صباح اليوم، نتمنى أن نهاركم يدوز بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. هذه هي الأجواء بمدينة بنملة وبالضبط من شارع الحسن الثاني، إحدى أكبر شوارع المدينة. الجو بارد جدا صباح اليوم، وشوارع المدينة خالية لحد الساعة في هذا الصباح. نتمنى أن نهاركم مشاهدينا الكرام يدوز مزيان إن شاء الله. كذلك الله يغيثنا بأمطار الخير. هذه هي الأجواء بمدينة بني ملال صباح اليوم، وتتابعوا مشاهدينا الكرام أجواء غائبة، جو بوتية جدا في هذا الصباح. نتمنى أنكم تفعلوا مع البث المباشر بتعليقاتكم كيف داير الجو في المدينة اللي كتسكنوا فيها. للإشارة مدينة بني ملال تعرف برد قارس في فصل الشتاء وحرارة مفرطة في فصل الصيف. صباح الخير أختي ملك، وصباح الخيرات على كل المشاهدين الكرام. أرحب بكم جميعا من مدينة بني ملال في هذا البث المباشر. أجواء غائمة صباح الشتاء وخير على المغرب إن شاء الله. كنتمنى انكم تدوزوا نهاركم بخير وعلى خير مشاهدينا الكرام، وكنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يغيثنا بامطار الخير، وان تكون سنه فلاحيه على الاقل بالنسبه للفلاحين، انه يكون عندهم منتوج فلاحي. فالفلاحة متأثرين بموسم يمكن اعتباره بالجاف والقاحل لحد الساعة مع غياب الأمطار وشحها في مناطق جهة بني ملال خنيفرة. إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الكرام، أضرب لكم موعدا في بث مباشر آخر من مدينة بني ملال أو من إحدى نواحيها أو أقاليمها. مع تحيات أخوكم طارق، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.